جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندما ذهبت إلى مكة بعد رمي جمرات ثاني أيام التشريق لكي أطوف طواف الوداع وأرجع إلى المدينة حيث مقر عملي، فقد كنت قرأت في كتاب أنه يؤكد أن طواف الوداع هو مرة واحدة فقط حول الكعبة، وفعلا طفت مرة واحدة أو مرتين ورجعت إلى المدينة، مع العلم أنني كنت قد طفت طواف القدوم في أول ما جئت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة في أول أيام التشريق، فماذا علي أن أفعل بعد فوات هذه المرة؟ جزاكم الله. إن كان قصده بالمرة الواحدة أنه طاف شوطا واحدا فقط فطوافه غير صحيح، لأن الطواف 7 أشواط تبدأ بالحجر وتنتهي، كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي إلى الحجر، فعلى هذا يجب عليه دم فدية يذبحها في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم، فيذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم أو يوكل من يذبحها نيابة عنه ويوزعها، وإن كان لا يستطيع ذبح الفدية لفقره فإنه يصوم 10 أيام. نعم.